بطاطس محشيه بالفراخ. عندي بطاطس وفلفل مقور، لا فراخ مفرومه، بصل وثوم وعصير ليمون، ملح وفلفل، كمون، بهارات، فلفل الوان. عندي جزر مبشور، زيت، فلفل حار، مرق، كزبره خضراء. الصوص بتاعي عباره عن، عندي الصوص بصل وطماطم بوريه وثوم، يعني صلصه طماطم بالعربي كده، فيها كاتشب وفيها كركم وفيها مرق وفيها كزبره ناشفه ورشه سكر. انت حط الحاجه وسيبني اشتغل، ارمي الحاجه واجري كده. هنا وادي كمان شويه تومهم عشان نقسم دول على اتنين. الصوص ده هنقسمه على اتنين. نصلي على النبي طبعا قبل كل شيء. هناخد دول كده. وادي لحمة الفراخ، توابل، ادي كمون، وادي شوية هنا بهارات ابو طلال، شوية هنا شيكن ستوك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي سيدنا محمد. حبه زيت هنا، حبه زيت هنا. يا عم الحاج عبد الفتاح صباح الخير عليك يا غالي. ماشي، هناخد بقى ايه، معلقتين من دول ومعلقه من ده. كله تمام. هنا بقى بقيه الطماطس، واهو الله يا بلدنا الله، بالسيد المخرج والكاست معاه. نشيل بقى كل حاجة من هنا. نقلب. شوية المية الساخنة. مش كتير. صفيها من الزيت عشان خاطر هي متصفيه جاهزه. هناخد النص كده، وحشتني وعامل لك ايه، حيرتني. صح كده؟ طيب قوم بقى ايه؟ ادي اللي فاض اهو، ده نحطه نحسب. حبيبي يا رسول الله.